لكن دعني أسألك، لأنه في التفاصيل التي وردت في المعهد من المعهد الوطني للجيوفيزياء قال بأنه الضربة الزلزالية أو الهزة الأرضية التي وقعت في الحوز في هذه المنطقة القروية هي وقعت على عمق 8 كيلومترات. أن تقع هذه الهزة الأرضية على عمق 8 كيلومترات، هل يفيد في توقع شدتها وانعكاسها على ما يوجد على الأرض؟ صحيح، لا شك فيه، لأن أولا 8 كيلومترات أو بعض المراكز الدولية تقول 20 كيلومتر، يعني هذا العمق هو صغير جدا، لا يمثل شيء بالنسبة للقشرة الأرضية ككل التي قلت تتعدى 100 كيلومتر. في يعني البعض يقول وكأنه هي هزة سطحية، يعني وقعت في هي السطح. بالفعل بالنسبة للقشرة الأرضية هي سطحية. وماذا يعني هذا؟ يعني أن الطاقة المفرغة في البؤرة يعني ستصل كمية كبيرة منها، يعني نسبة كبيرة منها ستصل مباشرة إلى السطح. طيب وبالتالي نتابع في الصورة كما يظهر الآن في الصورة البيانية، الآن يبدو أن المركز وهو يقع على عمق 8 كيلومترات، وهي يعني مستوى قريب جدا من قريب من السطح، من سطح الأرض. وبالتالي فنسبة الطاقة التي ستصل إلى السطح كبيرة جدا، يعني تقريبا مما سينتج عنه يعني أضرار كبيرة. معنى ذلك أنه البعض يقول إذا كان العمق بعيد جدا في باطن الأرض فإن حجم الطاقة يكون قليل أو ما يصل إلى سطح الأرض تماما، إلى الإنسان يكون قليل. الآن هذا معروف يعني في عدة مناطق أخرى بالعالم، مثلا في الشيلي في أمريكا الجنوبية زلازل تقع على بعد 500-400 كيلومتر، 600 كيلومتر أحيانا أسفل الأرض. ف 600 كيلومتر كأنما وقع زلزال مثلا بالنسبة للمغرب، في أقول يعني جغرافيا شيء من هذا القبيل، يعني في مصر. والمسافة بعيدة جدا. طيب. وبالتالي الطاقة التي ستصل إلينا ستكون ضعيفة. في خلاف هذه الحالة التي نعيشها في زلزال الحوز، 8 كيلومترات هي مسافة قصيرة جدا بالنسبة للقوة الهائلة التي انطلقت من البؤرة. سبعة قوة هائلة جدا. وبالتالي فالطاقة التي ستصل إلى السطح ستكون كبيرة، وبالتالي ستنعكس على حجم الأضرار. طيب. التي سنشاهدها، وهذا ما وقع. يكفي أن نعلم أن مثلا هنا في طنجة نحن على بعد 100 كيلومترات، وبعض الأشخاص فعلا قد أحسوا بالحركة، وكلما اقتربنا نحو الحوز كلما زادت الشدة. هنا نحسب الشدة، ففي الدار البيضاء أحسوا بالناس وقعت هناك، وبات الناس في الخارج في الجديدة وفي مراكش بطبيعة الحال، أكادير ورزازات. هذا يدل على أن المنطقة التي أحدثت فيها الأضرار منطقة واسعة جدا.